مبادرة جديدة أطلقتها مجموعة الرعاية الصحية الإماراتية بيور هيلث تهدف من خلالها إلى أن تصبح أول شركة صحية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا تلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040 قبل الموعد النهائي الذي أقرته اتفاقية باريس والمتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى درجة ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وقد طورت بيور هيلث خطة شاملة تشمل مجموعة من الممارسات التجارية الأكثر مسؤولية، وعليه سيتم التقليل من انبعاثات الكربون بشكل أكبر من خلال المباني الخضراء والبنية التحتية الأكثر كفاءة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والنقل الصديق للبيئة. نعمل من خلال وضع خطط وتكون بحيث مشترياتنا وعقودنا تتضمن مع الشركاء الاستراتيجيين المحافظة على البيئة، من حيث وضع على سبيل المثال الخدمات المقدمة في السيارات النقل، تكون السيارات هذه كهربائية أو هايبرد، العمليات اللوجستية، النقل، التخزين، نظام التكييف، ويعني كلها تحافظ على البيئة، واستخدام التكنولوجيات أو العمليات الملائمة للحفاظ على البيئة. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة طريق شاملة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول العام 2030 ضمن خطط أطلقتها مع إعلان العام 2023 عام الاستدامة. وكشفت دائرة الصحة في أبوظبي عن أهداف استدامة الرعاية الصحية من أجل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20% في العام 2030 وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050، كما قامت بإنشاء نموذج حوكمة للمستشفيات الخضراء.